اول جزء هنتكلم عليه هو الجزء بتاع الفيجن او الابصار. هنتكلم فيه اول حاجه على الفيجوال ثريشولد. الفيجوال ثريشولد ده الديفينيشن بتاعه اللي هو المينيمم لايت ليفل ان ويتش ان اوبجكت كان بي فيجوالي ايدنتيفايد. يعني احنا دلوقتي محتاجين ان احنا يبقى في عندنا نور قد ايه علشان نقدر نايدنتيفاي الاوبجكت ده او نقدر نبص عليه نشوفه بشكل واضح. طبعا في عندنا نوعين من الابصار واضحين جدا ومعروفين جدا في الجزء بتاع الفيجن. في حاجه اسمها الراد فيجن، في حاجه اسمها الكون فيجن. الراد فيجن ده موست سنسيتيف تو شيدز اوف بلاك اند وايت، وده بيستعمل عاده للدارك ادابتد اي. لو بتكلم مثلا على دلوقتي، لو انا مثلا بتكلم على في عندي لو لايت نايت لايت في سليبنج بيشنت روم، يعني في عيان نايم في اوضته بس حاطين له بس حاجه زي لمبه صغيره كده بضوء خافت يعني في الاوضه، فممكن ساعتها يبقى الفيجن بتاعنا دومينيتد بالراد فيجن. طبعا بنسمي الراد فيجن عشان هي مبنيه على الرادز اللي موجوده في الريتنا، دي نوع من السنسورز موجوده، دي بتبقى سنسيف اكتر للشيدز اوف جراي او شيدز اوف بلاك اند وايت يعني، وبعدين بتبقى most sensitive في الجزء اللي بيبقى فيه اللايت بيبقى فعلا قريب قوي ان يكون مش موجود، ودي طبعا بتبقى لها sensitivity عالية جدا. وبرضو يعني ممكن احنا يعني نميز حاجات بيها بس ما نقدرش نميز الوان كويس. عكس كده بقى الكون فيجن اللي هو قايم على الكون سنسورز الموجوده برضو في الريتنا، بتبقى sensitive to color، يعني color perception بيبقى دايما جاي من الكون فيجن، ودايما بيوبريت best under higher light levels. يعني لما بتكلم على ان انا اشوف حاجه بالوان واضحه لازم اتكلم على ان اللايت ليفلز تبقى عاليه، ما ينفعش ان انا اشوف الوان في 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 حجره مثلا بيبقى فيها اللايت بيبقى فيري ديم. اوكي، ممكن كلنا ناخد بالنا من حاجه زي كده. لو احنا داخلين مثلا في اوضه مثلا والاوضه دي مضاءه بشمعه بالليل، هنلاقي ان احنا الحاجه اللي حوالينا كلها ما بنقدرش نشوف الوان كويس. نقدر نشوف الاشياء او كل حاجه بس بنشوفها بدرجات اكننا بنبص على حاجه ابيض واسود كده، ما بنقدرش نشوف الالوان اللي موجوده في الاوضه. طبعا مثال للكون فيجن هي الفيجن في الاوبريتنج روم. الاوبريتنج روم طبعا لازم يبقى فيها ضوء قوي، لان طبعا لازم يبقى الجراح لازم يبقى شايف كويس قوي هو بيعمل ايه. فده طبعا مثال للكون فيجن، هو الفيجن جوه في اوضه العمليات.